السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجه عايز اتكلم فيها اجمعها مباراه الاهلي وجرمايا، هي بمثابه آخر مسمار في نعش الأكاذيب وكمية التضليل والتدليس اللي كانت بتتم خلال السنوات والعقود الماضية. مباراة الأهلي وجرمايا في دور تمهيدي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنافس رهيب ما بين أكبر القنوات العربية والمصرية من أجل الحصول على شرف بس مباراة الأهلي في دور تمهيدي، مش بقول مباراة نهائية. كان طبيعي لو الماتش ماتش نهائي هقول لك عادي، لكن مباراة في دور تمهيدي، ثلاث قنوات من أكبر القنوات العربية، سواء كان أون، إم بي سي مصر، أبو ظبي الرياضية، أقوى استديوهات ومحللين وضيوف ومعلقين، لدرجة إن أم قررت تجيب واحد خليجي عشان يعلق على مباراة الأهلي وجرمايا، وشافت الجمهور عايز إيه وجابت له معلق خليجي. ده إن دل بيدل على حاجة واحدة بس، إن الأهلي هو نمبر وان فقط، لا فيتو ولا ثري ولا فور ولا فايف ولا اي حاجة. يعني لو هتفكر بقى اللي يجي بعد الاهلي توين رقم 20 في التسويق. لما لقى النهاردة الاهلي اصبح قوة ناعمة جبارة لمصر، لكن للأسف الشديد مش قادرين نستغلها بالشكل الامثل. نادي الاهلي يا جماعة ظلموه بفكرة أصل الأهلي واقف على رجله عشان مجاملات وكالة الأهرام للإعلان. هي وكالة الأهرام للإعلان انتهت من السوق المصري بقالها حوالي 12 13 15 سنة، ومع هذا ما زال الأهلي كما هو جبارا، حاجة تدعو للفخر. تهافت وتصارع القنوات العربية على إذاعة مباراة بالرغم من عدم أهميتها، يعني حتى قناة الأهلي ما زعتش المباراة ولا اهتمت بالمباراة. حتى السنين اللي فاتت الأهلي قناة الأهلي ما كانتش بتهتم بالمباراة، لكن القنوات العربية عارفة كويس قوي أنا لما هروح أدفع 100 و150 ألف دولار عشان أزيع ماتش للأهلي، الأهلي حتى لو ماتش ودي أنا هيرجع اللي صرفوا أضعاف مضاعفة. الأهرام للإعلان أوقفت رعايتها للنادي الأهلي، وبدأ شركات غير مصرية بتدخل تاخد رعاية النادي الأهلي. ده إن ده اللي بيدل على أن الأهلي هو الأقوى، الأهلي هو الأكبر، الأهلي هو الأعلى قيمة تسويقية، والأهلي يكبر أي حد. الأهلي يكبر أي حد. عايز أقول خالد الغندور بيحاول يخرج من عباءة الزملكاوي المتعصب، الزملكاوي اللي كان بيعيش جمهور الزمالك لحد فترة قريبة جدا في زمن المظلومية والمؤامرات. إياكم إياكم الاطمئنان لخالد الغندور. خالد الغندور هيفضل خالد الغندور. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب وما الكره إلا المكروه الأول. خالد الغندور من نوعية البشر اللي هو نفسه يغمض عينه يصحى ما يلاقيش حاجة في الدنيا اسمها أهلي أصلا. لكن الشغل الجديد محتاج من خالد الغندور إنه يعيش في دور المحايد، زي بالظبط كده ميدو حبه
الاهلي احسن نادي في مصر وافريقيا، ويقعد يطبل للنادي الاهلي ويمدح ويتجنى، والاهلي ما فيش زيه اثنين، واداره الاهلي وجمهور الاهلي. البرنامج يبدا الريتش بتاعه يعلى، هوب يروح قالب الزمالك يا حب يا حته من قلبي، ورايه في البلكونه، والزمالك ابيض ابو خطين حمر انا هفضل احبه طول العمر. كذلك الامر خالد الغندور يا جماعه، حذاري حذاري تبلع الطعم، خالد الغندور هيفضل خالد الغندور بكل ما يحتوي قلبه تجاه النادي الاهلي، هيفضل هو هو. لو طلع قال لك انا بتمنى فوز الاهلي على الزمالك، اوعى تصدقه. لو طلع قال لك انا بتمنى الاهلي يكسب دوري الابطال والزمالك يكسب الكونفدراليه، اوعى تصدقه. خالد الغندور سيظل خالد الغندور. ولكن خالد الغندور قال معلومه مهمه جدا، قال لك الاهلي يوسع الفارق بينه وبين اقرب المنافسين في لقب الدوري الى 30 لقب. يعني يا جماعة قال لك كده، قال لك الزمالك محتاج يفوز بالدوري 30 سنة عشان يعرف يحصل النادي. ما دام احنا بنقوله يا جماعة، احنا بنقولنا ايه؟ الفارق بين الاهلي والزمالك سنين ضوئية. الزملكاوية ما صدقوش. هل تعلم عزيزي الزملكاوي عزوز ان الاهلي لو فضل قاعد في البيت قال لك انا هنام وانتخ، واخد بالك، وهاخد لي تحسيله 30 سنه، مش عايز العب دوري خلاص، انا زهقت من الدوري ده. وفضل النادي الاهلي ما يلعبش كوره لمده 30 سنه. انت عارف يعني ايه 30 سنه؟ يعني اغلب اللي موجودين دلوقتي وبيتابعوا الكوره مش هيبقوا موجودين بعد 30 سنه. ومع هذا لن يصل الزمالك لرقم النادي الاهلي. لن يصل الزمالك ليه؟ لان الزمالك ما بيلعبش لوحده. هتلاقي بيراميدز ياخد الدوري حبه، زد ياخد الدوري حبه، انبي ياخد الدوري حبه، وزيد محبه. وحتى لو الاهلي بطل يشارك في الدوري 30 سنه، الزمالك لن يصل لما وصل اليه النادي الاهلي. عايز اقول عجبني جدا كابتن سيد عبد الحفيظ، الدكتور سيد عبد الحفيظ، اللي فجر مفاجاه مدويه للجميع. الناس كلها جمهور النادي الاهلي اتسرب خبر ان يا جماعه صفقه سفيان رحيمي ضاعت من النادي الاهلي عشان بيتسو موسيماني رفض سفيان رحيمي عشان يجيب ميكي سوني، لويس ميكي سوني. شهاده للعصر، شهادة للتاريخ من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي فجر مفاجأة مدوية. قال لك يا جماعة الساكت عن الحق شيطان أخرس. موسيماني ما رفضش سفيان رحيم نهائي، ودي شهادة لله. كل شوية بتقال موسيماني هو اللي رفض سفيان رحيم والكلام ده ما حصلش. سفيان رحيم جاله عرض من العين ب4.5 مليون دولار، وده اللي وقف انتقاله للأهلي، وساعتها تم الاتجاه لميكي سوني. لكن موسيماني ما فضلوش على سفيان رحيمي زي ما بيتقال، مفاجأة من العيار الثقيل وشهادة للتاريخ. المعلومات اللي طلعت لنا من النادي الأهلي ان الراجل هو اللي رفض سفيان رحيمي. المعلومات اللي اتقالت لنا من النادي الأهلي ان موسيماني هو اللي عايز ميكي سوني. حتى الكابتن شوبير نفسه في الوقت ده طلع قال لك هو موسيماني اللي كان عايز ميكي سوني، مش عايز سفيان رحيم. الكابتن احمد بلال، يعني انا موتي وسمي الانسان اللي يحاول يركب ترند حتى لو على حساب نفسه او على حساب ناديه. كابتن احمد بلال طلع قال كلام مع احترامي الكامل مفيش واحد عاقل يقوله. احمد بلال حاول يركب ترند قبل كده وموجه من التقليل من مصطفى محمد، اللي سبحان الله يعني من تقليل احمد بلال انفجر مصطفى محمد واصبح حكايه وروايه وحدوته في الدوري الفرنسي. كابتن احمد بلال طلع بتصريحات مستفزه
قمة المسخرة انك تقلل بالشكل ده من نادي الزمالك. عايز تقول الاهلي هيكسب الزمالك هو. ما الزملكاويه بيقولوا الزمالك هيكسب الاهلي. لكن قمة الخزي، قمة الكوميديا، انك تطلع تقلل من نادي الزمالك بالشكل السافر ده. كابتن احمد بلال قال ان الاحسن للزمالك ما يسافرش السعوديه. ليه يا كابتن؟ قال لك ما يسافروش، النتيجة محسومة من قبل انطلاق المباراة. أحمد بلال قال إن مباراة السوبر هتنتهي قبل بدايتها لصالح الأهلي بسبب مستوى الزمالك المتواضع. قال إن الزمالك بمستوى ده مش هيسدد كرة على العرض حتى. بمستوى الزمالك ده مش هيكون محتاج يسافر للسعودية عشان ما يخسرش النتيجة كبيرة، وبالنسبة لي المباراة محسومة للأهلي بنسبة 90%. كل الكلام اللي فات ده تهريج في تهريج. كل الكلام ده تهريج في تهريج. تصريح مستفز، تصريح يخلي لعيبة الزمالك تنزل تاكل الملعب بإيدها وسنانها. يا جماعة مليون مرة نقول مباراة القمة بلا حسابات. والله 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 ماتشات كتيرة جدا بيبقى الأهلي مش في مستواه، حتى في يوم المباراة مش في مستواه وتلاقي الاهلي يكسب، والعكس صحيح. يعني الواحد شاف ماتشات احنا نازلين اسود فرقه كامله والفرقه واقفه على رجليها، والزمالك لسه خسران من بني عبيد وخسران مش عارف، تيجي هوب الزمالك كسب. والعكس، يعني اتذكر ماتش 6-1 الراجل اوتوفيستر كان نازل الماتش بكميه عنجهيه وغطرسه وغرور، اتقلب عليه في الماتش النتيجه. يعني قبل الماتش هم نازلين هم الاعلى هم الاحسن هم والاهلي عنده مدرب جديد اسمه ايه، والدنيا ما فيش استقرار في النادي الاهلي، هوب تك تراك 6-1. فالعوامل النفسية وفوقانك يوم المباراة وساعة المباراة بيفرق 180 درجة. يعني النهاردة عبد الواحد السيد وجوزيه جوميز مش هيحتاجوا وقت ومش هيحتاجوا مجهود عشان يعملوا عملية التحفيز النفسي وخلق الدوافع للعيبة الزمالك. كفاية بس يوروهم الفيديو بتاع أحمد بلال بس، خلاص يا عم. لعيبة الزمالك اللي كانت هتنزل 100% فول تانك وفول بار هتنزل لك 500% عشان نرد على احمد بلال وعشان نفوق احمد بلال. كابتن احمد بلال لو كل فرقه شافت نفسها مش قد المباراه يبقى بقى النادي الاهلي ما كانش لاعب ريال مدريد. خلاص ما انا هخسر من ريال مدريد اروح العب ليه؟ النادي الاهلي ما كانش لاعب بايرن ميونخ. النادي الاهلي في ماتش الهلال السعودي اي عاقل نظريا على الورق الهلال اعلى، كافه الهلال ارجح، جايبين صفقات ب 25 مليون دولار قبل البطوله عشان ماتش الاهلي بالتحديد، وفي النهايه فاز الاهلي. الحاج جده السعودي وسط ملعبه وارضه وجماهيره ونجوم على مستوى العالم ما كناش رحنا، والاهلي يفوز بالثلاثه يا حبيبي بالثلاثه. الكاميرون كسبت الارجنتين في افتتاح كاس عالم. السنغال كسبت فرنسا في افتتاح كاس عالم. السعوديه في مونديال قطر 22 كسبت الارجنتين اللي بعد كده بقت بطل العالم. يا جماعه كفايه تهريج. يا كابتن احمد بلال بلاش تمشي في سكه الاراجوزات. انت قيمتك كبيره، انت قيمتك عظيمه، لكن لا تنتهك طريق ترند. انت مش محتاج ترند عشان تتكلم، اطلع قول الفرص 90% 10% زمالك، كلام محترم اقول لك وجهه نظر، لكن ليه تخلق دوافع للعيبه الزمالك يا راجل؟ حرام عليك يا راجل. النهارده جوزيه جوميز مش هيقعد، يعني كان جوزيه جوميز مجهز لنفسه يقعد يومين ثلاثه يحضر اللعيبه نفسيا ومعنويا. انت قدمت لهم المباراه على طبق من فضه،
الدوافع اللي كان هيقعد يتكلم ويعمل محاضرات ويفكر ويجاد ويجهز ويحمس ويسخن فيديو احمد بلال يتحط في اوضه اللبس 24 ساعه، هتنزل لعيبه الزمالك تكزد على اسنانها وتخلص الماتش. ادي لعيبه الاهلي الصادقين اللي يعني مش عايز اجمع، ولكن عيب عيب يا كابتن احمد، عيب كبير انك تطلع تقلل من فريق بحجم نادي الزمالك. اطلع قول الاهلي يكسب 10-6، لكن ما تقولش الزمالك هينسحب، ما تقولش الزمالك ما يروحش احسن، ما تقولش الزمالك يقعد في البيت وما يروحش، عيب. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل وراكم ونيجي على وقتكم. شكرا لكم.